السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة بيوتي باي خديجة. قبل ما نبدأ هذا الفيديو البنات، تنوجه تعازي الحارة للشعب الجزائري على الفاجعة اللي وقعت، وتنقول لهم البركة في راسكم والله يصبر العائلة ديال المفتقدين، وإن لله وإن إليه لا راجعون. في هذا الفيديو البنات ندير معاكم سلو او صف المغربي 100%. نبداو بالمقادير. هنايا عندي 100 كيلو ديال الدقيق فورس اللي حمرناه وراه حطيت الفيديو، وان شاء الله هنحط لكم لوليا في صندوق الوصف. هنايا درت نص كيلو ديال الجنجلان اللي حمرته هكايا وطحنته وخليته هكايا. يمكن السيدة طحنه كتر او تخليه هكذا. هنايا درت كيلو لارب ديال اللوز اللي كذلك سلقته وقليته هرمشته هكذا. هنا خليت تقريبا شوية ديال السمسم اي الجنجان، خليت واحد السليفة صغيرة هكا حبيبات بطبيعة الحال مغسول ومنقي ومحمص، اي حمرناه كيف في المقلة او في الكوكوط. هنايا تقريبا عندي هنايا زلافة السكر البنات، تبقى على حسب السيدة واش تتبغي حلو او شوية ناقص من السكر. هنا درت زلافة ديال السكر الثقيل. هنا درت كاس ديال الزيت النباتية، كاس ديال زيت الزيتون، هنايا عندي جوج كيسان من الزيت النباتية وزيت الزيتون. هنا عندي كاس هكا، وهذا الكاس باش عبرت ماشي كاس العنبة، ديال الزبدة هنا المذابة. هنا عندي ملعقة ديال النفع وملعقة ديال حبة الحلاوة، ملعقة كبيرة اللي نقيناهم وحمصناهم وطحنتهم. هنا عندي المسكة الحرة هنايا ملعقة صغيرة اللي هنايا سحقتها مع شوية ديال السكر الثقيل. هنا عندي راس معلقة ديال الكوزة، هي عندي انا مطحونة، انا تنشريها هكا من هنايا تنشري هادي ديجا تتكون مطحونة. عندي هنا ملعقة كبيرة ديال القرفة، وهنايا عندي هنا البنات تبقى على حسب الاختيار السيده واش تزيدها ولا لا. هنا عندي زريعه الكتان اللي كذلك نقيتها وحمصتها وطحنتها هكذا. وغنزيدو هنايا البنات بحكم هنايا انا درت هنايا غزلافه ديال السكر الثقيل، نزيد جوج معالق ديال العسل. اذا هادو هما المقادير، ندوزو للطريقه ان شاء الله. هنا البنات تنبداو هنا نسيت ما قلت لكم، هنا الدقيق هنا تنزيدو فيه واحد القبيصه ديال الملحه، يعني هاد شويه هكايا باش تلاحظوا احسن سنو كتشوفوا احسن. وي هنا كما قلت لكم هنا زدت واحد القبصه ديال الملحه. هنا تنديرو نضيف الجنجلان مع السمسم، تنحاولو هكايا نخلطو من بعضياتو. هكذا تنبقاو على هاد طريقة هكذا. من بعد تنديرو نضيفو حبة الحلاوة، من طنطحنهم البنات تنغربلوهم. من بعد زريعة الكتان، قرفة، المسكة الحرة مع عفوا مع الكوزة.
تنبقاو نخدمو بيدينا بطبيعة الحال تنكون تكون موصولة. انا كما تنقول لكم ما تنبغيش نخدم ب لي كون. من بعد نجيب نغربلو السكر الصافي. يا هنا من بعد ما غربلت السكر الساقي نزيد السمسم هاد الحبيبات. كما قلت لكم البنات يمكن لكم تضيفوا كاين اللي تيدير فيها يلان. كاين اللي تيديرها بالنبع ما تيديرش حبة الحلاوة. شوف حتى تنخلطو هادشي كامل عاد نزيدو المادة الدسيمة. صافي هنايا تنضيف الزيت النباتي وزيت الزيتون. كاين اللي تيديرها غير بالزيت النباتي والزبده، كاين اللي تيديرها غير بالزيت زيت الزيتون. هنا في هذه الاثناء من الافضل ندير العسل. هاشو ندير معلقة من بعد نشوف واش نزيد ولا لا. هذا البنات كما شفتو انا هنا من درت الزبدة حيدت هاديك الكشكوشة اللي تتكون من الفوق ما مزيانش تحيدوها. وهاد الحليب البنات ما تخويوش هانتوما كما تلاحظوا الحليب ديال الزبده هنا بقى لينا ما تخويوش. هذا حاولوا تخليوه ما تخويوش في السفوف. انا غادا معاه شويه هكذا شيو. ها هو بكبقة اذا نخلط هكذايا شويه والسوف هذا تيبغي البنات دلي كدلكو مزيان باش تخرج لينا داك اوبس. نبقاو هكذايا تنحاولو نخدمو بجوج بيدينا بجوج هكذايا. ما تزيدوش الزيت ولا الزبدة تمتم حتى تبقاو تعركوها مزيان مزيان. وكما قلت لكم تيبقى هذاك الشيء تيبقى على السيده شنو بغاتك. واش بغاتها تكون شويه ناشفه بغاتها مدمه. انا نحاول ندلكها هكايا نبقى ندلكها تبقى
عركي مزيان، كل ما تدلكيها وكل ما الزيت عاد يخرج. البنات السفوف نتاعنا ها هو دا بالصحه والراحه. التزيين تيبقى على حسب السيده كي تزينو. انا درتو هكايا هكا تاو تيجي زوون على شكل الشمس. زوين تيجي هائل ورائع البنات. وواحد الملاحظه، انا درت هنايا معلقه د العسل وشتو زلافه ديال السكر الصقل، هذا كافيكم البنات. بالنسبه اللي ما تطبغيش الحلاوه بزاف كافي 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 كافي. والزيت ما زدت حتى نقطه، درت كاس 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 كافي. هذا تتقي ما حدك كما قلت، ما حدك انت تدلكي وتتعركي فيه وهو تيخرج لنا داك الزيوت ديال اللوز والزيوت ديال السمسم اي الجنجلان. كافينا كافينا كافينا. اذا ما بقى لي الا نقول لكم في فيديو مقبل ان شاء الله. وما تنساوش كما ديما الله يخليكم البنات، الا ما دعموني دعموني وصلوا الفيديوهات ديالي، راه عندي واحد المشاهده قليله قليله قليله. دعموني البنات باش تحفزوني ان شاء الله نزيد القدام، لان ما حد ما لي فيديو عندي نازل في المشاهده وهكا تنقول علاش علاش، ولكن مالغري سا تنزيد وتنكافح تنقول لا خصني نوصل، دايره في راسي نوصل، خصني نوصل ان شاء الله. والبنات ضغطوا على الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد بالنسبه للبنات اللي عاد تيشوفوا الفيديو ديالي ان شاء الله. ومازال مازال مازال اللي جاي احلى وافضل ان شاء الله. مع السلامه، والله يجعل يقرب لنا رمضان ان شاء الله بالصحه والتيسير والرزق وكل ما تتمنى الامه الاسلاميه العربيه. اذا مع السلامه في فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي.